أطلقت وزارة الصناعة والتجارة دليل الاستثمار الصناعي تصنيع كأحدى مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026. وتهدف المبادرة إلى تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والاشتراطات والخدمات، كما أنها تأتي ضمن السعي المتواصل لتهيئة البيئة الاستثمارية الأمثل في القطاع الصناعي عبر توحيد المصادر التي يستند إليها المستثمر وبيان التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، إضافة إلى توثيق خطوات التقديم لجميع الخدمات والتعريف بالجهات الداعمة. ويشتمل دليل الاستثمار الصناعي على أبرز الممكنات والحوافز التي يتم تقديمها للقطاع ومصفوفة الأنشطة الصناعية والجهات المرخصة، بالإضافة إلى خيارات إقامة المشاريع الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص والصناعات المستهدفة استراتيجيا. وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة في هذا الصدد ضرورة العمل على مواصلة تدفق الاستثمارات في القطاعات الواعدة كالقطاع الصناعي لما له من دور في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين.